السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهالفيديو راح نحكي عن كيفية عمل البنك ايدي. شو هو البنك ايدي؟ البنك ايدي هو طريقة لتسجيل الدخول على المواقع الحكومية في النرويج. طبعا هنالك ايضا المين ايدي وهنالك البنك ايدي. ما الفرق؟ الفرق انه البنك ايدي هو اقوى وافضل من ناحية الحماية وتسجيل الدخول في المواقع الحكومية النرويجية. طبعا لكي نعمل البنك ايدي راح نعمل تسجيل دخول على حسابنا البنكي بطريقة عادية. راح نعمل لوجين، راح نضغط على نت بنك، راح نضغط على ايتن بنك ايدي، راح ندخل البرشون نمبر والباسورد اللي هو كلمة السر، راح ندخل الكود من البريكة او من هاي القطعة السوداء، وحاليا نحن صرنا في الحساب تبعنا. طبعا هون نحن عم نشتغل على بنك هوجسون سبارا بنك. ممكن تطبيق هذا الشيء على البنوك الاخرى مع فروقات بسيطة. نضغط الان على ميني او القائمة، ومن ثم نضغط على بنك ايدي او بنك اكسس، من ثم نضغط على بستيل بنك ايدي، ومن ثم نملأ الايميل ونملأ رقم الهاتف ونضغط على بستيل او طلب ونضغط على بستيل، ومن ثم نضع الاشارة هنا الموافقة على البنود والشروط، نضع الاشارة ومن ثم نضغط على اكسبت و ننتظر الإيميل والرسالة التي ستأتينا لاحقا. رح يأتي إيميل ورح يجينا أيضا رسالة على الموبايل بتأكد أنه نحن أخذنا بنك إيدي باسورد، ومن ثم نقوم بإدخالهم في مكان بنك إيدي ونقوم بعمل باسورد جديد للبنك إيدي، وهكذا بيكون صار عنا بنك إيدي. بالنسبة للبنك ايدي بوموبيل راح تلاقوا الرابط تبعه في الوصف أسفل الفيديو. تحياتي لجميع المتابعين والأصدقاء.